مرة في ريال مدريد ترجع كرة خطيرة جول 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 الحارس هو بنزيما والهدف الأول للملك ريال مدريد جاريث بيل بعد 392 دقيقة يسجل الويلزي أول أهدافه بعد الجفاف بعد الصيام يسجل جاريث بيل 1-0 للملك مدريد في 20 دقيقة فترة الصمود في 20 دقيقة فترة الاسترخاء في 20 دقيقة رجعت الحركة رجعت معها البركة رجعت البسمة والفرحة زيدان يتقدم ويواصل الأرقام وكسر الأرقام كسر 69 مباراة على التوالي مدريد إن جول مدريد في الشبكة زايرها مدريد زاير الشباك زاير ثقيل على الخصوم وباقي الحراس بنزيما جاريث بيل جول 1-0 للريال مدريد في 20 دقيقة لعب في الرياثور الثاني يمشي مارسيلو 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 يوزع كورة والهدف الثاني الهدف الثاني من كازيميرو الريال هذا قناص الريال ما يرحمش هذا الريال نويها غويها بغيها شاهيها يحب الدوري من أول أسبوع يعطي الدروس ويوصل الرسائل الخفية بل المعلنة أنا الأقوى فمن يضدني أنا الأقوى من يعاندني هل فيكم مبارز يا ليغا هذه كرة الجول هذه صورة الهدف هو مارسيلو هو مارسيلو مرة أخرى لا أسيس ولا ترافة مجد السلل كازيميرو إن جول 2-0 للريال مدريد 2-0 2-0 جمهور لاكورونيا عزيهم يقبلوا الأعزاء النتيجة 2-0 في لحظة فرح يا مدريد هنا تناقض الكرة بين غاضب وبين سعيد بين كرة ضاعت من اللاعب أنتوني غيرت شكل مباراة وخارطة طريق البرسا 1582 بربح اليوم والريال مدريد 1648 بربح اليوم اللي حسبته يمشي جارث بيل ونحسب الثالث جارث الثالث 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 الريال الترسيرو ديل ميرينجي ديل كازابلانكا لمحارب الصحراء عن طريق امبراطور الالمان توني كروس الجول بثلاثة يا مدريد بثلاثة يا الريال رسميا بفارق الاهداف الريال يتصدر الليغا من اول 90 دقيقة يا الروبان قلت حسبت 1648 فوز للريال فارق تقريب اكثر من 80 ربح على البرسا الثاني كرة جميلة وملعوبة يمشي يسكورها جارث بيل جول واسيست بيل المورال للثقة يا الويلزي حتى الكرة لا تصد يضربها فلا ترد كرة تدخل في كر وفر فر ديبور وتكرار الانجاز من الملك الريال مدريد هذا على فكرة الهدف التاريخي رقم 5950 في تاريخ الريال مدريد الليغا 5950 هدف سجلهم الريال بأقدامه